الحفل الكريم يطل علينا من بوابات أرض الاحتفال المختلفة مجموعة من الخريجين والخريجات بزي العروض المختلفة شاركوا في فقرات هذا الحفل، وها هم الآن بين زملائهم الخريجين استعدادا لأداء يمين الولاء. يمين الولاء. صدر قرار السيد وزير الداخلية بمنح خريجي كلية الشرطة درجة الليسانس في القانون والشرطة، ومنح خريجي وخريجات كليات الحقوق بنظام العامين الدراسيين دبلوم علوم الشرطة ودرجة الماجستير في القانون من الجامعات المصرية، ومنح خريجات كليات التربية الرياضية بنظام العامين الدراسيين دبلوم علوم الشرطة ودرجة الماجستير في إدارة المخاطر من جامعة القاهرة، مع تعيينهم برتبة ملازم تحت الاختبار. كما صدر قرار سيادته بمنح خريجي وخريجات قسم الضباط المتخصصين دبلوم علوم الشرطة ودبلومة إدارة الأزمات والكوارث الأمنية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مع تعيينهم برتبة ملازم أول تحت الاختبار. بسم الله الرحمن الرحيم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. صدق الله العظيم. الخريجون الجدد يؤدون اليمين خلف اللواء إبراهيم الرملي كبير معلمي كلية الشرطة. أقسم بالله العظيم، 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 أن أحافظ على النظام الجمهوري، أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحترم الدستور والقانون، وأرعى سلامة الوطن، وأرعى سلامة الوطن، وأؤدي واجبي بالذمة والصدق، وأؤدي